بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف السابع باء في مادة الحاسوب، في مادة ما يعرف. تمام، إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الاستهلاك الواعي. الاستهلاك الواعي أي استخدام الشيء بطريقة صحيحة بطريقة واعية. تمام، راح نتعرف عن الاستهلاك الواعي بشكل مهم جدا، ولما يكون مستهلك استهلاك واعي او استهلاك صحيح او استهلاك راشد، شخص راشد، بيصير يميز بين شيئين مهمات جدا وهما الحاجات والرغبات. الحاجات والرغبات بيصير يميز بين الشيء اللي بيحتاجه، بيصير يميز بين الشيء اللي بيرغبه ولا يضره فقدانه. تمام يا سابع؟ تمام. خلينا نبلش الدرس بآية من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما، أي الدين الإسلامي والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالوسطية، بالوسطية، عدم الإسراف وعدم البخل. عدم الإسراف لأنه حكانا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا. تمام، انه الشخص ما يكون مسرف ولا يكون يعني بخيل، وكان بين ذلك قواما، بين هي بين وبين. تمام، ولما نطبق الايه هاي بصير الانسان يميز بين شيئين مهمات، قلت لكم بين الحاجات والرغبات، بين الحاجات والرغبات. تمام، محمد نادر عبد الله ري والله. بصير يميز بين شيئين مهمات وهما الحاجات والرغبات. الحاجات والرغبات بالرأي الشخصي أو برأي الشخص الواعي أو العاقل أو الراشد، وهو أن الحاجة هي الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان ولا يستطيع العيش بدونها، هي حاجته، يعني مثل الماء، المأكل، المشرب، المسكن، هذا حاجة. أما الرغبة وهي الشيء الذي يرغب الإنسان بالحصول عليه ولا يضره فقدانه، ولا يضره فقدانه، مثل دراجة هوائية. تمام، مثل ألعاب، مثل الألعاب الإلكترونية زي البلاي ستيشن، تمام، أو الإكس بوكس أو إلى يعني. تمام، ولكن الشخص يجب أن يميز بين الحاجة وبين الرغبة. تمام، كثيرا ما يختلط الأمر على الأفراد فيصعب عليهم التفريق بين الحاجة والرغبة وتداخلهما. وكما أقرأ في سؤال، تفضل. اقرا استاذ، كيف يعني تصعب عليهم الحاله انه يفرقوا بين الحاجه والرغبه؟ هسه راح تشوف. يلا راشد تفضل. كثيرا ما يختلط الامر على الافراد فيصعب عليهم التفريق بين الرغبات والحاجات لتداخلهما. كما نعلم فان في حياتنا اليوميه العديد من المطالب الماديه التي ينبغي لنا تلبيتها، منها ما هو ضروري مثل الصحه والتعليم، ومنها ما نرغب فيها لتجعلنا أكثر سعادة، ولكن يقابلها في الوقت نفسه موارد مالية محدودة لا تفي بتلبيتها جميعها، مما يجعل تحديد أوليات إنفاقنا مهارة مهمة يجب أن نتعلمها لتساعدنا على إدارة أموالنا على نحو أفضل. ولنتعرف الحاجات والرغبات سننفذ الأنشطة الآتية. بالضبط، يعني كثير من الناس بيختلط عليهم الحاجة والرغبة ولا يستطيع التمييز بين الحاجة والرغبة، هذا شيء خاطئ. يجب التمييز بين الحاجة الذي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها وبين الرغبة التي يرغب الإنسان بامتلاكها ولا يضره فقدانها. يعني الماء حاجة ولا رغبة شباب؟ حاجة 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 حاجة. طيب المأكل حاجة حاجة حاجة, حاجة. طيب الذهاب إلى المدرسة حاجة. حاجة. طيب اللعب مثلا لعب كرة القدم رغبة. حلو، إذا أقدر أميز بين الحاجة وبين الرغبة. يعني مثلا في عندك عدة أمثلة في حياتنا اليومية، في منها حاجات ورغبات، ولكن في ناس تحقق كل الحاجات وكل الرغبات، في ناس تحقق مثلا جزء، وفي ناس بتحقق ولا شيء.
إذا يختلف من شخص لآخر في تحديد الرغبات. يعني مثلا أنا أعطي مثال، مثلا فلان يستطيع أن يشتري دراجة هوائية، رغبته دراجة هوائية يستطيع أن يشتريها، ولكن شخص آخر رغبته دراجة هوائية ولكن لا يستطيع شرائها. إذا هنا الرغبة وممكن أنها تتلبى أو لا أو ما تتلبى. تمام؟ إذا أستاذ سؤال، تفضل. ليش حاجة ليش رغبة إنه الدراجة هوائية؟ ما هو بده يقضي فيها أموره. هو أقول لك علي، إحنا عندنا في الأردن ركوب الدراجة للعب فقط. تمام؟ دول برا الرياض. أما مثلا في سوريا كان ركوب الدراجة يمكن لقضاء غرض. طيب. تمام؟ فمن دولة تختلف الحاجات والرغبات. يعني احنا بالعادة الحاجة اللي هي سيارة، مثلا نحكي عن مثال، مثلا شخص بده بحاجة سيارة. واحد اشترى حاجة. هو حاجته سيارة تخدمه، ولكن كانت عنده رغبة انه هاي الحاجة تكون متطورة، تكون حديثة، تكون فيها اضافات. تمام؟ اذا بدنا نميز بين الحاجة والرغبة. صح. وممكن الشيء نفسه يكون حاجة ويكون رغبة. الشيء نفسه يكون حاجة ويكون رغبة. خلينا نتعرف على تعريف الحاجة وتعريف الرغبة برأيك الشخصي. محمد صلاح. محمد. نعم. ما رأيك بالحاجة والرغبة وما مفهوم كل منهما؟ الحاجة عن برأيي هو إشي الشخص بيحتاجه. والرغبة يسوي هالشغل. الرغبة إيش ممكن يخليك مثلا سعيد، يعني مثلا تغير مثلا الجو، مثلا تكون زعلان خليك سعيد. هذا رأيي. صح، كلامك في مكانه. صحيح، كلامك في مكانه. إذا الحاجة والرغبة بتختلف من شخص إلى آخر. تمام؟ وحكينا تعريف الحاجة هو الشيء الذي لا يستطيع الإنسان العيش بدونه، لا يستطيع الإنسان العيش بدونه، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس. تمام؟ أما الرغبة هو الشيء الذي يقدر الإنسان بامتلاكه ولا يضر فقدانه، لا يضر فقدانه. يرغب الإنسان بامتلاكه، مظبوط شباب؟ يرغب الإنسان بامتلاكه ولا يضر فقدانه، ولا يضر فقدانه. هو مش مهم زي الرغبة، مش مهم زي الحاجة. إيش هو؟ عم بقول انه الرغبه مش مهمه زي الحاجه. مش شرط والله يا فيال، ممكن الرغبات تكون كمان مهمه يعني، بس مو بشكل اساسي تكون اهم منها. طبعا مهمه. يعني حسب راي الشخص، حسب راي الشخص. يعني مثلا انا بدي اكل، اوكي؟ نعم. بدي اكل يعني حاجه. تمام؟ ممكن اكل مثلا قلايه بندوره، ممكن رغبتي اني اكل برجر، وفي النهايه هاي البرجر صارت ماكل، والماكل حاجه، يعني الحاجه صارت جزء منها صار رغبه. صح؟ اذا صح يشتغل. اذا ممكن وممكن رغبه تتحول حاجه. تمام. وهسه بدنا حاجه ولا رغبه؟ اللي بيجاوب يرفع ايده. ايش هل هي حاجه ام رغبه؟ ايش هي؟ بطاقه رعايه صحيه. اشتغل حاجه يا استاذ. ارفع ايدك. حكيت اشتغل. راشد. حاجه. بطاقه طعام صحي. رشيد. استاذ صوتك مقطع كثير. بطاقه طعام صحي. حاجة قد. طيب فياض، بطاقة الذهاب للمدرسة. طبعا حاجة. حاجة. طيب نسأل محمد أو نسأل علي الكعدان، بطاقة الذهاب إلى المدرسة حاجة ولا رغبة؟ بطاقة إيش يا أستاذ؟ ما لي فهمان إيش يعني بطاقة. يعني بطاقة يركب فيها الباص. يا أستاذ هي إذا كان البيت بعيد حاجة، أما إذا كان قريب حاجة. ممتاز، أنا هاي الإجابة. إذا كان البيت قريب رغبة، إذا كان البيت بعيد عن المدرسة بصير حاجة. تمام؟ طيب تمام. بطاقة هاتف محمول. أستاذ خليني أنا. تفضل يا ليث.
حاجة عشان حاسة. طيب بطاقة، بطاقة نقود. حاجة حاجة حاجة. بطاقة نقود حاجة، بطاقة تلفاز حاجة، حاجة ورغبة. لا رغبة، لا رغبة يا أستاذ، رغبة رغبة. مادة أستاذ مش طالع مش المادة. المادة اللي إحنا بنحكي فيها هي بتدعم الثقة بالنفس، يعني في شباب حكوا حاجة وفي شباب حكوا رغبة، وتختلف من شخص لآخر وكل شخص حر برأيه. تمام. شو كان السؤال؟ شو كان السؤال عشان صوتك ما طلع؟ بطاقة تلفاز. تلفاز؟ اه نعم. رغبة رغبة ممكن حاجة ورغبة. رغبة. أنا برأيي حاجة، أنا بحب حاجة. بضيع الوقت قريب السلم. يعني رغبة وحاجة، رغبة وحاجة. تختلف من شخص لآخر، أنت حر برأيك. شباب تابع، أنت حر برأيك، رغبة أو حاجة. تمام. طب المسكن حاجة. حاجة. المسكن حاجة. طيب المسكن الفاره. رغبة رغبة. كيف اختلف؟ تذش هو هذا المسكن الفاره، يعني المسكن الغالي. رغبة. ايه انا رغبة رغبة. حاجة رغبة. اها خلي كل واحد على قد حاله. بالضبط. اذا يختلف من شخص على قد. السلام عليكم. السلام عليكم. قاعد بسجل في الحصة يا زياد. تمام. يختلف من شخص الى اخر تحديد الحاجة وتحديد الرغبة. طيب في عنا البطاقات الموجودة في الصفحة اللي قبل، بدنا نحطهن في صفحة 10 صح عندك؟ أكثر أهمية ومهم وأقل أهمية، إحنا حكيناهم قبل شوي. هذا بتحله مع نفسك لحالك، بتحله على الكتاب. أوكي؟ طب خلينا نأخذ تعريف الحاجات. يلا يا أنس تفضل. تعريف الحاجات ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه الإنسان ويصعب عليه العيش من دونه، مثل المأكل والملبس والمسكن. الرغبات يحتاج إليه الإنسان ويصعب العيش بدونه، مثل المأكل والملبس والمسكن. بس يلا يا فياض الرغبات. أو أستاذ الرغبات. آه هي يلا الرغبات. يلا يلا فياض. يلا يلا أستاذ. بطاقة الرعاية الصحية. لا 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 بطاقة... لا لا في ما تعلق تحت الحاجات. بطاقة التلفاز. لا لا شباب شباب. لا لا الرغبات. صفحة 11. صفحة 11. أنا أفضل الرغبات ما يفضل امتلاكه ولا يضر فقدانه. ما يفضل امتلاكه ولا يضر فقدانه. ما يفضل امتلاكه ولا يضر فقدانه. طب خلينا نحل أسئلة الدرس مع بعض. أكمل الفراغ المناسبة. الحاجة، الرغبات، الحقوق، طفل وطفلة. رقم واحد اتفضل يا زيد. علي. عفوا. هي ما أرغب فيه بامتلاك ولا يظن فقدانه. بس استاذ هو الحاجات. استاذ لين. هي ما ارغب في امتلاكه ولا يضرني فقدانه. ما هو يا زيد؟ الحقوق. لا الرغبات. هي ما ارغب في امتلاكها ولا يضرني ايضا فقدانها. استاذ طيب النقطة الثانية اتفضل يا ليث. هي ما أحتاج إليها ويصعب الإنسان العيش بدونها. الحاجات.
اقرا جيم. تفضل يا فياض. أنا لكل طفل وطفلة الحق في الذهاب إلى المدرسة للتعلم. لكل طفل وطفلة الحق في الذهاب إلى المدرسة للتعلم. ممتاز أستاذ. أستاذ السؤال الثاني أعطي أمثلة أستاذ يومية على الحاجات والرغبات. يلا راشد. رشيد. رشيد علي. أستاذ حاجات زي المأكل. رغبات. رغبات زي شراء حاجة مثلا من المكان. من مثلا بدي أروح على مكان مثلا أطوش. هاي رغبة. ممتاز. برأيك هل يمكن أن تصبح الرغبة حاجة؟ أستاذ. نعم. أستاذ. نعم نعم. وضح ذلك. أستاذ. أستاذ علي. يلا علي تفضل. أستاذ مثلا مثل واحد مثلا اشتري هذا البيت بس هو كمان مش مرتفع كثير. إذن يمكن أن تصبح حاجة رغبة لأنه مثلا أنت نفسك تمتلك سيارة رغبة داك أنك تمتلك سيارة هسه بعمرك، ولكن بكرة لما تكبر وتتزوج ويصير عندك عائلة وأولاد بصير عندك حاجة إنه يكون هاي السيارة عندك. أوكي يا شباب. في سؤال؟ لا يا أستاذ. بعد السؤال سؤال عندك السؤال إن شاء الله. في سؤال؟ في سؤال؟ شباب إذا سمحتم في سؤال؟ لا يا أستاذ. طب إن شاء الله هيك بنكون خلصنا الدرس وحلينا أسئلته وإن شاء الله بنشوفكم الحصة القادمة على خير. وشباب إذا سمحتم أنكم تحضروا الدرس، حضروا الدرس قبل ما نفوت على الحصة. أوكي أوكي أوكي. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله معك. أهلا وسهلا.